السلام عليكم. المحاضرة راح تكون عن الـ Enhanced Entity Relationship Module أو بما يعرف بالـ EER Module. الـ EER Module راح نتعرف على الإضافات اللي صارت على الـ EER حتى صار Enhanced Entity Relationships بالنسبة إلى الـ Superclasses والـ Superclasses, الـ Specialization, Generalization, Union and Aggregation وطبعا كيفية تحويل الـ ER module إلى relational table. نبدأ أولاً بالتعريف. بالنسبة إلى الـ Enhanced Entity Relationship module, it's a high-level data module that incorporates the extension to the original ER module. يعني هو high-level module راح يكون بعملية الدمج أو بما يعرف الـ incorporate the extension, عملية إضافة أو دمج الاكستنشن, اضافات الى النظام الاساسي او الاوريجينال بالنسبه للاي ار موديول. اتس انكلود اول ذا موديولينج كونسبتس اوف ذا بيسك اي ار ان اديشن. طبعا يحتوي على كل البيسك كونسبتس او المبادئ الاساسيه اللي مبني عليها الاي ار دايجرام, اضافه الى اكستنشنز اخرى. اضافات اللي راح تكون هي It's a demographic technique for display the following additional concepts بالنسبة لـ EER اللي هي راح يضيف لي subclasses والsuperclass بعملية الـ demographic technique حتى أقدر أتعامل وياهم, specialization والgeneralization عملية التخصيص والتعميم, union أو عملية الكاتيجوري تصنيف إلى مصنفات, وعملية aggregations أو التجميع. فإذن إذا نقدر نقول بالنسبة إلى الـ ER أو الـ Enhanced ER Module هو ER زائد Subclass, Superclass, Specialization, Generalization, Category, Attributes and Relationships بالنسبة للـ ER and Relationships Inheritance, إضافة إلى بعض من خصائص الـ Object Oriented Programming اللي هي عملية الـ Relationships Enhanced. نجي على أول إضافة اللي هي الـ Subclasses والـ Superclasses. شنو أقصد بالـ Subclass والـ Superclass؟ إذن المقصود بالـ Subclass Superclass إنه one entity type may be a subtype of another اللي هي very similar to the Subclasses in Object-Oriented Programming. يعني entity هو عبارة عن subtype أو مجموعة جزئية من another entity. For example, خلينا نشوف الأمثلة تكون إتنا أوضح. مثلاً an employee نفسهم الموظفين may be further group into secretary, engineering, manager, techniques. يعني الموظفين أنا ممكن أصنفهم أو أسميهم جروبات, أقول هذولا سكرتاريين, هذولا مهندسين, هذولا مدراء, هذولا تقنيين. مثال آخر الـ vehicles أو السيارات, أقول إنه هي أنا عندي سيارات وعندي شاحنات وعندي van اللي هي كلها هي vehicles. Each of these groups is another subset of employee entities is called subclasses of employee. يعني كل من الـ engineer, manager, technics, secretary أنا أسميهم هم subclasses of employee لأن هم أساساً موظفين, لكن أني سميت لهم جروبات بأسماء جديدة. الامبلوي بهالحالة إذا صار عندي سب كلاسز أسمي سوبر كلاس. العلاقة ما بين سوبر كلاس سب كلاس ريليشنشيبس ممكن أسميها يعني سوبر كلاس سب كلاس ريليشنشيب أو ممكن أسميها is a relationship. فسكرتاري is a employee, التكنيك is a employee إلى آخره. فإذا الـ is a relationship مثلا عندي الـ student نقول is a student, ممكن أن يكون junior, senior, لكن هم كلهم is a student يعني هم كلهم subtype من الـ student, فهي subclass من student والـ student راح يكون هو superclass. Another thing اللي هو كلش important إنه any entity that member of subclasses inherited all the attributes of the entity as a member of the superclass. يعني إذا شي يقول عندي صفات موجودة للسوبر كلاس أو attribute موجودة للسوبر كلاس, السب كلاس راح ياخذ نفس الصفات بالإضافة إلى another attribute ممكن تكون متعلقة به.
إضافة إلى أنه راح يأخذ أو عملية inherited يورث كل الصفات من السوبر كلاس، راح يورث أيضا الريليشنشيبس أو العلاقات اللي موجودة مع another entity. إذا كان أنت طبعا أكيد يكون عنده علاقات هذا السوبر كلاس مع another entity، كل السب كلاسز أيضا يورث العلاقات أو الريليشنشيبس اللي موجودة بالسوبر كلاس. نجي على مبدأ آخر أو من الإضافة أخرى من إضافات الـ ER diagram اللي هي specialization. Specialization is the process of defining a set of subclasses of a superclass. يعني this set of subclasses is based upon some distinguished character of the entities in the superclass. خلينا نشوف الإكزامبل حتى نقدر نفهم عملية الـ specialization أو عملية التخصيص. عندي الاكزامبل، عندي السكرتري والانجينيرينج والتكنيك is a specialization of employee based upon job title. اذا انا خصصتها سويت لها تخصيص بالنسبه للامبلوي، الديستينجويش او الفروقات اللي انا حطيتها ما بيناتهم او اذا قدرت افرق ما بيناتهم الى مجموعات او الى سب كلاسز بالاعتماد على شنو؟ بالاعتماد على الجوب تايتل، على عنوانهم الوظيفي. فقلت انه هذا سكرتاري، سكرتير، هذا انجينير، هذا مهندس، هذا تقني. فانا صنفتهم او عمليه سويتهم عمليه سبيشاليزيشن او تصنيف بالاعتماد على الجوب تايتل. You may have several specialization of the same superclass. ممكن انه يكون عندي another distinguish انه اني اصنف على اساس الانتيتي مالتي، مو يكون تصنيف واحد. For the same employee، نفس الامبلويز مالتنا الموظفين، ممكن اني اصنفهم بالاضافة الى الجوب تايتل، ممكن اصنفهم بالاعتماد على طريقة دفع الى الرواتب. فعندي السالري امبلويد او السالري امبلويد اللي اني انطي يعني ادفع له شهريا، وعندي الاوري امبلويد اللي هم العقود اللي اني ادفع لهم بالساعات. فاذا اني نذر سبيشاليزيشن او عمليه تخصيص اخرى سويتها لنفس الانتيتي بالاعتماد على طريقه based on the method of the pay، يعني بالاعتماد على طريقه دفع الرواتب. اذا السوبر كلاس كلاس ريليشن شيب والسبيشاليزيشن كان بي diagrammatically represented in the EER model. إذا انطاني الـ EER model خاصية إنه أقدر أرسم أو أوضح هذه العلاقة بالـ diagram. The attributes of the subclass are called specific attributes. يعني كل الـ attributes اللي موجودة بالـ subclass نسميها specific خاصة. For the example, the typing speed of the secretary. يعني عندي attributes خاصة بالسبكلاس وعندي attributes عامة اللي هي موجودة بالسوبركلاس. خلينا نشوف المثال. عندي أيضا نقول the subclass can be participate in a specific relationship type. يعني يكون عند السبكلاس عند specific relationship. يعني علاقات خاصة وعند attribute خاصة ممكن أن يدخل بها بعيدا عن السوبر كلاس. خلينا نشوف هذا المثال. هذا هو employee، عندي name اللي هو first name middle name last name، عندي SSN، عندي birth of date، وعندي address. هذه هي الattribute الخاصة بالemployee. الemployee أنا سويت لعملية specialization باعتماد على الجوب title إلى سكرتري، تكنيك، إنجينير ومانجر. هذا لا بس سكرتري، تكنيك وإنجينير. زين. الإمبلوي another specialization بالاعتماد على طريقة الدفع، عندي السالاريد إمبلوي وعندي الأور إمبلوي. الأور إمبلوي عندهم البي سكيل، شو ممكن هذا اللي هو يقول specific attribute خاصة بالإمبلوي أور، وايضا داخل بعلاقه اللي هي belong to مع another attribute اللي هي ما لها علاقه بالemployee، employee نفسه اللي هي the trade union مع another attribute belong to، هاي علاقه belongs to the trade union. زين نشوف نقول three specialization of employee اللي هو
هم بناء على الجوب تايتل، وعندي مانجرز مدراء، وعندي حسب طريقة البيمنت. فإذا أنا صنفت سويت سبيشاليزيشن للإمبلوي بإنستري واي، وهذا والإي آر. فهذا هو بهالطريقة يكون عندي الإي آر أو الإنهانس إنتيتي ريليشنشيب. Another addition اللي هو الجنراليزيشن. جنراليزيشن هو reverse of the specialization process، انه اني بدل ما كنت اخصص هنا ايش راح اسوي؟ اسوي عمليه تعميم. Several classes with the common feature are generalized into a superclass. اذا اني عندي مجموعه من الكلاسز، ممكن انه اني اقول ممكن هذه انه احولها الى superclass. في هذه الحاله الاوريجينال كلاسز راح تكون هي السب كلاسز الي. يعني فور اكزامبل اذا كان عندي الكار والتراك، اني ممكن اسوي لها عمليه جنرايزيشن انتو فيكل، اقول هي عباره عن يعني هي فيكلز او وسائل نقل. بوث اوف ذا كار اند تراك راح يكون هي سب كلاسز، المن الفيكل هو صار سوبر كلاس. We can view the car truck as a specialization أيضا of vehicle، أو إذا عندي ال vehicle ممكن أنا أسوي ال specialization وأطلع من عندها two subclass اللي هي ال car وال truck. فإذا هي واحد عكس الأخرى، يا أما عمم يا أما أخصص. إذا نشوف ال diagram أدي، we can view truck يا أما أسوي يعني عن طريق ال specialization، معناته أني دا أشتغل من الباتم من التوب إلى الدم فأني specialization، أو إذا من الباتم أب فهي عملية generalization. مثل هنا عند الأنمل أني دا أشتغل باتم أب، فإذا أنا عندي عملية generalization إنه أني التايجر واللاين والإلفن هم إز أن أنمل، فإذا سويت العملية generalization سويت عملية تعميم. أو بالعكس عملية تخصيص، أقول الامبلويي من إذا أنا دا أشتغل من التوب داون عملية specialization، أقول هم developer وtester ممكن يكون هذا عملية specialization. إذا أنا دا أشتغل من التوب داون وبنفس الفكرة هي إنه أنا أقدر أظهرها بالER diagram بعلاقة الـSA.